المواطن تيمشي مرتاح دروك، لان الصيف داز واحد المساله، داز الزحام وداز شحال من حاجه، ولكن الحمد لله خدمات السلطه خدمات الحمد لله، لان فرضت الوجود ديالها في السوق الحاد، البيبان كانت ميسره الامور الحمد لله، والامور راه ميسره الحمد لله في السوق الحاد الحمد لله. السلطه الحمد لله، حنا بغينا السلطه الحمد لله تعطينا شي حاجه زوينه من الاحسن الحمد لله، وبغينا المواطنين حتى هما تكون عندهم الوعي، لان عندنا عاوتاني في سوق الحاد راه سوق كبير في المغرب وكبير في افريقيا، والسياحه خاصها تكون باش واحد نلمس واحد السياحه زوينه نسوقوها للناس اللي جايين من برا، باش يكون واحد السياحه زوينه في اكادير، لان اكادير دروك كلشي عليه العين، دروك اكادير كلشي عليه العين الحمد لله، وكاين الاحسن اكادير غادي تتزيان الحمد لله، وغادي الامور ميسره الحمد لله. التجار الحمد لله راه غاديين حتى هما شادين الباساج ديالهم وتيخلصوا القوانين ديالهم، عندهم القوانين ديالهم حتى هما تيخلصوا، هما التجار خاصهم يشدوا الباساج ديالهم اللي عندهم اللي تيخلصوا القوانين ديالهم، والامور غادي بشويه المواطنين والتجار والسلطه متعاونين بيناتهم الحمد لله، وغادي داك الشيء غادي زوين. فيما يخص عمليه تحرير الملك العمومي، الحمد لله تلقت واحد الاستحسان كبير من لدن التجار كافه داخل المركب التجاري لسوق الحد، وبالتالي فهي لقيت واحد الاستحسان، وحنا راه جد يعني مسرورين بهذا القرار اللي اتخذته السلطات المحليه وبالتنسيق مع المجلس الجماعي لاكادير، فكنشكرهم من هذا المنبر هذا. وراه التجار يعني لا التجار ولا كذلك الزوار الذين يتوافدون على سوق الحد يعني بداوا يتجولون بكل اريحيه، وبالتالي كنتمنوا باش تستمر هذه العمليه، ما تكونش عمليه ديال فقط مؤقته، تكون ساريه المفعول على طول السنه بصفه مستمره ومنتظمه. في هذا الاسبوع هذا كنشكروا جميع المسؤولين وعلى راسهم السيد الباشا ديال السوق الاحد والمجلس البلدي واللجنه المختلطه اللي قامت بواحد الحمله يعني تطهيريه بجنبات سوق الاحد، واللي رحب بها الجميع واللي كانت محبوبه لدى الجميع، لكن كتبقى مساله اخرى انه نحن نطالب من هؤلاء المسؤولين باش تعم هذه المساله التطهيريه هذه جميع الممرات ديال سوق الاحد، واخلاء جميع الساحات والابواب من المتشردين ومن المتسولين ومن ما يسمى بالفوغيد. كما اننا نريد من هؤلاء المسؤولين ان تعم هذه المبادره جميع انحاء المدينه ديال اكادير من اجل مدينه نظيفه، لاننا اليوم اذا كانت طهرت يعني جميع الانحاء ديال سوق الاحد فراه باقي سيدي يوسف وغيره لا زال مليء بالباعة المتجولين. كما اننا كنطلبوا من جميع المسؤولين اتخاذ قرار نهائي في حق هؤلاء الباعة المتجولين وغيرهم ممن يشوهون سوق الاحد، لان اليوم لا مواطنين ولا تجار ولا الكل رحب بهذه الحملة التطهيرية، بحيث اليوم أن الأبواب ديال سوق الأحد أصبحت كلها فارغة عن بمجملها. نحن اليوم أيضا نريد من المسؤولين الاستمرارية في هذا العمل، ونهيب أيضا بجميع التجار المشاركة في هذه المبادرة التطهيرية، لأن اليوم يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية دياله، وكل واحد من الموقع دياله يتعاون من أجل سوق نظيف.